مختبر التطوير والتوسع هو اسم المختبر الذي أطلقته مؤسسة إنجاز بالتعاون مع مركز التعليم العالمي الاثنين، والذي يهدف لتطوير الأدوات والإرشادات العملية لصانعي السياسات حول كيفية توسع نطاق برنامج التعليم المالي في المدارس. العلاقة بين الريادة المالية أيضا والتعليم والثقافة المالية والشمول المالية على الجانب الآخر هي تعتبر لديها طبعا علاقة مباشرة وعاجلة، وبالنسبة إلى ما يعتقده الناس هذا لا يأخذ طبعا العديد من السنوات أو أجيالا بالنسبة للثقافة المالية للتأثير على الشمول المالي، والذي بطريقة الوحدة هو يعتبر طبعا بنية تحتية قابلة للوصول وخدمات مالية قابلة للوصول تقود إلى سوق صحي. محافظ البنك المركزي زياد فريز قال إن برنامج التعليم المالي في المدارس هو جزء من الاستراتيجية الوطنية التي يقودها البنك المركزي بهدف منح طلبة المعارف بالأعمال المالية التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية فعالة في حياتهم اليومية ومستقبلهم العملي. وأنا بالله أقول مقام السيدة ديما وفريقها بإنجاز للحصول على تنفيذ المشروع من خلالهم كان إنجاز عظيم، وأغنانا عن المستشارين العالميين وما خرجنا به مع مؤسسة إنجاز في موضوع التعليم financial education في الأردن يعتبر إذا كان نحكي عن تكنولوجي وإنوفيشن، فهذا تكنولوجي وإنوفيشن ملك للأردن من خلال مؤسسة إنجاز. وتضمن حفل الافتتاح إقامة ورشة عمل بهدف جمع معلومات كافية من الشركاء الرئيسيين في المنظومة التعليمية حول آلية عمل المختبر ليكون داعما مهما لبرنامج التعليم المالي في المدارس. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.